على وقع حالة الجدل والغموض بشأن نوعية وحجم تلوث الشواطئ الكويتية. ما زالت ظاهرة نفوق الأسماك متواصلة، فيما نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول تحذيرها المواطنين من أكل المأكولات البحرية، سيما الأسماك الملوثة والمسببة لمرض السرطان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي أن الصحة لم تصدر بيانا يتعلق بنفوق الأسماك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مختبر الأغذية التابع للوزارة لم يصدر عنه أيضا أي بيان يتعلق بهذا الأمر. كما أضاف بأن المختبر يؤدي دوره الخاص باستلام وفحص الأسماك المحلية منها أو المستوردة المحولة إليه من بلدية الكويت، لافتا إلى أنه لم يقم إلى الآن بفحص أي من الأسماك النافقة. والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي. أولا دكتور، لماذا لم يتم فحص أي من الأسماك النافقة في مختبرات الصحة؟ لأنه لم يصلها أي عينات. إحنا عادة المختبر مرجعي لفحص الأغذية التي تصلنا من الجهات ذات العلاقة بالتغذية. عندما أتكلم عن سلامة الغذاء فهي أنا لا يعني لا أود أن أبدو كأني أوزع الاتهامات وكذا، لكن إحنا نصدر تقاريرنا بناء على ما لم يصلنا. ببساطة لم يصلنا أي من الأسماك للفحص، سواء النافقة أو الطازجة، سواء مستوردة أو محلية. طيب دكتور، برأيك ألا يقع على عاتق الصحة مسؤولية متابعة وتحري ومعرفة حجم ونوعية التلوث؟ احنا عندنا في قضية التلوث عندنا قانون ذو أنياب، اللي هو يدخل في صميم اختصاصات. إذا كنا نتكلم عن التلوث طبعا الهيئة العامة لحماية البيئة، إذا نتكلم عن التغذية أو الأسماك فإحنا نتكلم عن هيئة قائمة بذاتها، هي هيئة يعني الثروة السمكية. إذا نتكلم عن الصناعة فعندنا هيئة للصناعة ودواليك. الصحة معنية بالصحة، وآثار أي تلوث أو آثار أي خلل في سلامة الأغذية من ناحية مرضية، لكن هذا لا يمنع من أن جهود وزارة الصحة تكاملية وتنسيقية مع جميع الجهات. إذن دكتور، هل قمتم بالتنسيق مع هيئة البيئة أو أي جهة أخرى لمعرفة حقيقة الأمر؟ إحنا جزء من هذا، يعني مثلاً مجلس الأعلى للبيئة ضمن عضويته موجود وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة ووكيل مساعد لشؤون الصحة العامة، لأن احنا جزء من المجلس، لكن هذه الأمور تتم طارئة ونحن نضع كل خدماتنا للتنسيق والتعاون معهم بالدرجة الأولى. طيب دكتور، لنسلم جدلا أن الأسماك النافقة هي بسبب وجود تلوث، هل هناك أضرار وتداعيات صحية على الإنسان سواء من خلال تناول الأسماك أو حتى المياه والهواء؟ لا شك أن التلوث يؤثر على الصحة، هذه حقيقة. إحنا في بلد كان أسوأ كارثة من صنع الإنسان اللي هي حرائق النفط تمت في الكويت. نعم. وكان الغزو للعراق الغاشم كانت تجربة سيئة عندما أطلقت آلاف الأطنان بالبترول في البحر كسلاح يعني عسكري إن صح التعبير، لكن بالتأكيد إحنا حريصين على أساس أنه نحمي صحة المجتمع وسلامة الأغذية، لأن عندما نتكلم عن سلامة الأغذية نحن نتكلم عن يعني أمن استراتيجي بالدرجة الأولى. لا شك أنه عندنا خبرة تراكمية نظرية عن ما يمكن أن يؤثر هذه يعني الملوثات على الصحة. عندنا تجربة خضناها في تلوث أم الهيمان صح التعبير أو المنطقة اللي حواليها، عندنا تجربة حرائق النفط، عندنا تجربة سابقة في نفوق الأسماك. هذه الموجة ليست الأولى، قد تكون الثالثة أو الرابعة. لا شك أن هناك خلوص يعني دروس مستخلصة. نعم. يجب أن تستحضر ويتم التعامل معها بكل جدية. نعم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور أحمد الشطي، شكرا جزيلا لك. برلمانيا، أكد النائب عبد الكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها الكويت تستوجب من الحكومة إعلان حالة استنفار للوقوف على أسباب هذه الأزمة وإيجاد الحلول لها ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه
المياه البحرية، مؤكدا أن الحكومة بكاملها عليها تحمل نتائج ما حصل. كذلك طالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك، وبالأخص هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية، ودعا للكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية. بدوره نفى الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك اتهام الصيادين برمي أطنان من الأسماك غير الاقتصادية، والتي أعلنت عن رفعها بلدية الكويت من منطقة الجون، وهي منطقة غير مسموح فيها الصيد، مبينا أن مثل تلك التصاريح تشعر الصيادين بخيبة أمل كبيرة، مما يعد اضطهادا لهم ولمهنة الصيد، رغم أنها أحد أعمدة الأمن الغذائي الأساسي في البلاد. وتساءل الاتحاد في بيانه عن علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي تم اتهام الصيادين برميها بظاهرة النفوق، مؤكدا ظهور حقائق بينة تؤكد حادثة نفوق الأسماك. وقد رصد أحد الناشطين بعض الأسماك وهي بحالة احتضار جراء التلوث البيئي الذي تشهده المياه الكويتية. لنتابع جانبا من تلك المشاهد الموثقة. شوفوا قاعدين تحرس سمك. شوف يطلع برا. طبعا يطلع برا، ما يتحمل الماء. شوف. والله العظيم شيء عجيب غريب، لا حول ولا قوه الا بالله. كاهي قاعد تحاول تاخذ نسم اول سمكه يمكن نصورها، وهي في حاله المنازعه. 30 سنه من تدمير الجون، خافوا ربكم.